ده الحاجات اللي لازم نعملها كلنا كده علشان نحس بالسعادة. كثير السعادة بيقولك اسعاد من حولك، وتحاول دايما تعمل كل حاجة تقدر عليها عشان تسعد الناس وتساعدهم. ابتسم في وش كل اللي قابلك النهاردة، قول صباح الخير. احنا عاملين هون سمعك صباح الخير للصبح، فأكيد انت في جرعة حلوة كده من الانبساط البسيط كده يعني. فنهاردة يعني دلوقتي شوف اي حد جنبك كده دلوقتي في البيت في الشارع في العربية اللي جنبك مثلا، وقول له صباح الفل. بس يعني ايه حد فهمني انت. ده هيخلي المود احلى بكتير. لو عندك في العمارة جار كبير في السن وقاعد لوحده، خبط عليه النهاردة بعد ما ترجع من شغلك او في اي وقت انت موجود فيه، قول له محتاج حاجة اجيبها لك، انا بس بصبح عليك بمسي عليك، في حاجة محتاج اشتريها لك، انا نزل اجيب كده كده طلبات، فلو حضرتك عايز اي حاجة انا ممكن اجيبها لك معايا. تقعد على السوشيال ميديا كتير، اكيد كلنا هذا الرجل، ممكن تختار من على فيسبوك بقى شوية ناس حلوين عندك كده وتبعت لهم تسلم عليهم، عاملين ايه، اخباركم ايه، طمنيوني عليكم، ورسالة يكون واضح وباين قوي انها رسالة مبعوثة لكل واحد لوحده، مش الرسالة المجمعة دي. ممكن كمان وانت رايح الشغل او الكلية او رايح اي مكان، مفيش كليات دلوقتي الشغل، او خارج اي مشوار تخلص اي مصلحة، تشتري حاجة، اختار حد كده من اللي معاك في الشغل مثلا، صديق زميل زميلة مثلا، وتشتري له حاجة حلوة كده تقول له انا قلت اجيب لك ده معايا النهاردة، الشوكولاتة دي وانا جاي معايا النهاردة، او فطار قلت نفطر مع بعض النهاردة سوا. الحاجات دي بسيطة وبتفرق جدا. في المواصلات ساعد الناس، لو في حد طبعا يعني موضوع لم الأجرة ده بيبقى كارثة وحش قوي. انا كنت يعني ما بحبش اركب اي ابدا ورا اي سواق علشان محدش يقول لي خد يا ابني ادفع يا ابني، فمعلش ممكن انت تكون ابني النهارده وتقوم بالمهمه دي خلاص. لو حد مثلا وانت في المواصلات وما معهوش فكه، ممكن تقوم انت بالمهمه دي، انا ممكن انا هدفع لحضرتك عادي، انت زي والدي، انت بابا، اشتري لعبة صغيرة النهاردة مثلا، اي حاجة حلوة، لعبة حاجة بسيطة كده وانت مروح. اكيد في بيبقى في طفل معين كده انت عارف دايما وانت قريب من بيتك بيبقى بيبيع حاجة، بيشتغل حاجة، ما عرفش يعني، بيجري على اكل عيش عيلته، فاشتري حاجة حلوة كده وانت النهاردة راجع من شغلك او رايح اي مشوار او وانت معدي كده اديها له، قول له اخبارك ايه، انا عارف ان انت جدع وبتشتغل وشايل البيت، تفرق معاك. حاجات كتير قوي ممكن نعملها علشان نساعد غيرنا ونفرح غيرنا.